السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، مساء الخير عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستشارك القانوني. مستشارك القانوني كما تعودنا هو الهدف منه تقديم معلومة قانونية وتنمية الثقافة والوعي القانوني لدى المواطن. من خلال البرنامج احنا بنحاول ان احنا نلقي الضوء ونشرح القوانين اللي بتمس المجتمع وبيتم تشريعها عشان تطبق في المجتمع. في الحلقات الماضية اتكلمنا عن قوانين كتير جدا زي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وقوانين فيما يتعلق بالشيك وإيصال الأمانة ودعاوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ، يعني اتكلمنا في جنبات كتير من جنبات القانون بهدف توعية الناس وإعطائهم وجبة قانونية زي ما بيقولوا أو تنمية الوعي القانوني عند الناس. النهاردة نتكلم في موضوع مهم جدا وبرضو من المواضيع اللي الناس بتتساءل فيه كتير، ويعني احنا طبعا ما نتمناش لحد ان يتعرض للموضوع بتاع الحلقة بتاعت النهاردة، ولكن لما بيكون في ظروف تحتم على أي من الأشخاص أنه يتواجد في ظرف أنه ارتكب جريمة أو وقع في المحظور أو خالف القانون فيطبق عليه القانون، وعشان كده احنا نتكلم على إجراءات الحبس الاحتياطي. يعني إيه الحبس الاحتياطي؟ ويعني إيه مدة الحبس الاحتياطي؟ وهل يجوز استئناف قرارات الحبس الاحتياطي؟ طبعا الحبس الاحتياطي المقصود بها هو الحبس الاحتياطي على ذمة قضية. عندما يتم اتهام أي شخص في جريمة، بداية القصيد دايما في أي قضية هو محضر الشرطة اللي بيسموه البلاغ، أو في مقولة أخرى محضر جمع الاستدلالات. بيتعمل محضر الشرطة بوقائع الجريمة التي ارتكبت ضد شخص ما. هذا المحضر لما بيحول إلى النيابة كسلطة تحقيق عشان تباشر مهامها كسلطة تحقيق في الواقعة، بتشوف النيابة هل البلاغ أو المحضر أو الواقعة المسطرة في هذا المحضر هل هي تشكل جنحة طبق القانون، تكيفها القانوني جنحة، ولا جناية تكيفها القانوني جناية، ولا مخالفة. التلاتة دول سواء الجناية أو الجنحة أو المخالفة هو يطلق عليهم القانون الجنائي. القانون الجنائي اللي بتحكم مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، هذا القانون هو القانون الجنائي. لما بيتهم أي شخص في قضية ما وبيحال إلى النيابة العامة عشان تباشر معاه التحقيق في هذا الجرم أو هذه الجريمة، وعلى سبيل المثال لما يكون متهم في قضية مخدرات سواء كانت تعاطي أو إتجار أو إدارة مسكن للإدارة للمخدرات لتعاطي المخدرات أو زراعة مخدرات، كلها جرائم مخدرات، أو اتهم في جريمة تزوير أو تزييف، تزوير مستندات أو تزييف عملة، أو اتهم في جريمة قتل، أو اتهم في جريمة سرقة بالإكراه، دي كلها تكيف في القانون جنايات أو أيا كان الاتهام اللي بتوجهه النيابة. عند التحقيق أمام النيابة في هذا الجرم أو هذه الجريمة بتبدأ حكاية الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي هو إجراء، إذا جينا عرفناه عشان نقول يعني إيه حبس احتياطي، هو إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة التحقيق الممثلة في النيابة العامة حفاظا على التحقيقات حتى ظهور الحقيقة أو حتى اكتمال التحقيقات في هذه الجريمة مع الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة أو الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجريمة. الحبس الاحتياطي بيبدأ من النيابة التي تحقق في هذه الوقعة أو هذه الجريمة أو هذه الدعوة بسلطة النيابة العامة الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحنا كلنا بنسمع هذه المقولة
لما بيحقق مع واحد متهم بارتكاب جريمة بنسمع النيابة ادته 4 أيام حبس على ذمة التحقيق. هذا هو الحبس الاحتياطي، بيبدأ بسلطة النيابة العامة في حبس المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق. طيب لما النيابة بتدي 4 أيام على ذمة التحقيق بيعرض أمر هذا المتهم في اليوم الثالث من قرار النيابة 4 أيام على قاضي يسمى قاضي المعارضات في المحكمة الجزئية عشان ينظر في أمر تجديد حبس هذا المتهم أو إخلاء سبيله. لما بيعرض أوراق المتهم في أي جريمة على القاضي أو قاضي المعارضات له سلطة حددها له القانون فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، ألا وهي إن هو كقاضي معارضات له سلطة حبس المتهم 45 يوم على ذمة التحقيق، ولكن على 3 مدد مدة كل منها 15 يوم. يعني ما ينفعش قاضي المعارضات اللي بينظر أوراق المتهم أوراق حبسه أو إخلاء سبيلي إنه يدي 45 يوم حبس احتياطي على بعض، وإنما سلطته إن يدوا 15 يوم، يعني أقصى مدة 15 يوم في 15 يوم في 15 يوم تالتة، وهم دول ال 45 يوم سلطة قاضي المعارضات في الحبس الاحتياطي. طيب إذا ظل المتهم محبوس على ذمة القضية 45 يوم 15 في 15 في 15، الخطوة اللي بعد كده حددها القانون بتعرض أوراق القضية بالمتهم على ما يسمى غرفة المشورة، وهنا بيكون 3 قضاة وليس قاضي معارضات أول اللي نظر الحبس ال 45 يوم الأولانيين، بيبقى غرفة مشورة 3 قضاة، ودول ليهم 90 يوم سلطتهم في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي تبقى القانون، ولكن برضو مش كلهم على بعض. غرفة المشورة بيعرض عليها الأوراق ولها حرية إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه مدد 3 كل مدة 45 يوم، أو يدي 30 يوم أو 15 يوم أيا كان، المهم كل مدة من مدد غرفة المشورة في الحبس الاحتياطي لا تزيد عن 45 يوم وإجماليها كله 90 يوم. طيب إذا رأت سلطة التحقيق والمحكمة سواء غرفة مشورة أو القاضي الجزئي في الأول أن لازال التحقيق يحتاج التحفظ على المتهم، بتنظر دوائر الجنايات أمر حبس المتهم أو إخلاء سبيله بضمان مالي أو ضمان محل إقامته أو ضمان وظيفته، هي اللي بتنظر بعد 90 يوم المخصصة أو المحددة بالقانون لغرفة المشورة، بتنظر بعد كده دائرة الجنايات أمر حبس المتهم وإخلاء سبيله من عدم. حبس المتهم احتياطيا مش معناه أن التهمة ثابتة على المتهم، احنا لازم نعي لهذه الجزئية تماما، ومش معنى ان واحد بيتحبس احتياطي على ذمة قضية ايا كانت هذه القضية مش معناه كده ان القضية ثابتة عليه وعشان كده بتحبس احتياطي، ولكن الحبس الاحتياطي زي ما انا قلت هو اجراء من اجراءات التحقيق لابد منه، بترى سلطة التحقيق ان يجب التحفظ على المتهم او المتهمين في القضية لحين اكتمال التحقيقات وظهور جنبات التحقيق والانتهاء من كل التحقيقات في القضية. ولكن سلطة المحكمة سواء كان القاضي الجزئي في 45 يوم الأولانيين أو غرفة المشورة في 90 يوم التانيين أو محكمة الجنايات بعد كده في إخلاء سبيل المتهم أو تجديد حبسه، هي سلطة تقديرية للمحكمة، لها أن تخلي سبيل المتهم ولها أن تقوم بتجديد حبسه. يعني وارد جدا في أي مرحلة من مراحل تجديد الحبس أن يخلى سبيل المتهم ولكن على ذمة القضية، زي ما احنا بنقول أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، وأن الحبس الاحتياطي مش معنى حبس المتهم احتياطيا أن التهمة ثابتة عليه، بنقول برضو أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما مصلحة التحقيق بتراها المحكمة اللي بتجدد أو النيابة تتطلب التحفظ على المتهم. طيب إيه هي أسباب هذا الحبس الاحتياطي؟ إمتى
القاضي أو المحكمة بيبقى وجهة نظرها إن المتهم يحبس ولا يخلى سبيله، حسب طبعا ظروف كل قضية والتحقيقات وما يجرى فيها. بنشوف الأوراق وما تنطق به وما بها من أدلة وقرائن، ها، ومدى اكتمال هذه التحقيقات من عدمه. وزي ما قلت هي سلطة تقديرية للقاضي أو للمحكمة في إخلاء سبيل المتهم من عدمه، ولكن بتبقى دايما جهات التحقيق بترى أن إخلاء سبيل المتهم ربما يكون هناك في خطورة على أنه يؤثر على الأدلة في الدعوة، أنه لما يخلى سبيله ربما يكون هناك شهود لسه سلطة التحقيق كنيابة هتسمعهم، أنه يخشى عليه أنه يؤثر على هؤلاء الشهود، أو أنه هو بتشوف أن التحفظ عليه لأن لنا أخليت سبيله ممكن يهرب برا البلد، أو أنه هو ما يجيش عندما تطلبه النيابة أو سلطة التحقيق مرة أخرى. كل دي مبررات لهذا الحبس الاحتياطي. عشان كده لما في أستاذ محامي أو قانوني بيقف مع متهم ويجي في جلسات تجديد حبسه أمام المحكمة بيطلب إخلاء سبيله، دايما بيتكلم في انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، يعني مفيش مبرر إن المتهم يتم التحفظ عليه. وزي ما أنا بقول بيخلى سبيله إن كان هناك إخلاء سبيل، يا إما بضمان مالي، يا إما بضمان وظيفته، يا إما بضمان محل إقامته، حسب ما يتراءى للمحكمة أو لسلطة التحقيق. ولكن بيكون هذا إخلاء السبيل على ذمة القضية وليس معناه الانتهاء من القضية. يعني لو واحد محبوس احتياطي وجات المحكمة أخلت سبيله في أي وقت بضمان مالي، ده مش معناه إن القضية خلصت، لا، هو بيخلي سبيله على ذمة القضية. يعني إيه على ذمة القضية؟ يعني لازالت التحقيقات في القضية شغالة، ولكن رأت المحكمة إنها تخلي سبيل المتهم وتستكمل التحقيقات فيما بعد في عدم التحفظ على المتهم إلى أن تستكمل. في نهاية التحقيقات بتبان، وبيجي هنا دور النيابة العامة، في إما تحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية وتقول إن هو توافر في حقه بعد اكتمال التحقيقات أن متهم بارتكاب جريمة كذا وتحيله للمحاكمة النهائية، يا إما ربما تنتهي التحقيقات إلى أن المتهم ده بعيد عن هذه التهمة وعن هذه الجريمة ويتم حفظ القضية أو حفظ البلاغ بالنسبة له، فكله حسب ما ينتهي إليه تحقيقات النيابة بيتم التصرف من النيابة في الآخر إذا كانت تحيل المتهم للمحاكمة أو تحفظ القضية أو تستبعده من الاتهام إن كان هناك متهمين آخرين وتحيل الآخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد اكتمال التحقيقات. طيب، الحبس الاحتياطي عندما يصدر بقرار من المحكمة على ذمة قضية، هل من حق المتهم إنه يطعن في قرار حبسه احتياطيا؟ نعم، من حق المتهم لما يتجدد حبسه أن يطعن في قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية، اللي هو بيسموه استئناف قرار الحبس. وكذلك النيابة العامة عندما تقوم المحكمة بإخلاء سبيل المتهم للنيابة العامة، وهي دايما كما نعلم هي خصم شريف في الدعوة، وهي دائما ضد المتهم في القضية، لأن النيابة دي بتمثل المجتمع ولها أن تحمي المجتمع من الجرائم التي ترتكب في حقه. النيابة العامة من حقها كمان تطعن أو تستأنف قرار إخلاء سبيل هذا المتهم، وبيبقى وجهة نظر النيابة إن التحقيقات تتطلب التحفظ على المتهم، وإن التحقيقات لسه ما انتهتش، وفي جنبات كتير في التحقيق محتاجة توضيح أو محتاجة استكمال، وبالتالي بترى النيابة استمرار حبس المتهم. فعندما تصدر المحكمة قرار بإخلاء سبيل المتهم، من حق النيابة طبق القانون أنها تستأنف قرار إخلاء السبيل، كما أنه من حق المتهم عند صدور قرار بحبسه أن يستأنف قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية. استئناف المتهم على قرار حبسه أو استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل بينظر أمام محكمة بدرجة أعلى،
تنظر الاستئناف، وهذه المحكمة اللي بتنظر استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل أو استئناف المتهم على قرار حبسه لها الحرية في إما تأييد قرار إخلاء السبيل ورفض استئناف النيابة، يا إما إعادة حبس المتهم ورفض استئنافه اللي عمله. محكمة هنا هي اللي بتقدر ولا حرية تقدير إن كانت تخلي سبيل المتهم أو تقبل الاستئناف بتاع قرار الحبس أو تقبل استئناف إخلاء السبيل ولا لا. معنا سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا سعيد، اتفضل. بقول لك يا باشا، هو أنا بس معلش أنا بتكلم في قانون التصالح. تصالح في مخالفات البناء، اتفضل. البناء أنا باني في أرض زراعية في قرية في بتاريخ 23/4/2019. طب ركز معايا، أنت بتقول أرض زراعية صح؟ 23/4/2019. هل ليا تصالح ولا ده ملوش تصالح؟ 23/4/2019 يعني بعد صدور القرار 17 لسنة 2019، يعني تقريبا ب 15 يوم كده. طيب، لا انت كده لا ينطبق عليك قانون التصالح يا استاذ سعيد، لأن المخالفة هنا نشأت بعد صدور قرار التصالح في بعض مخالفات البناء، ولما صدر هذا القرار. اتفضل. هل القانون كان صدر في الجريدة الرسمية بالتاريخ ده ولا كان بعد كده؟ ايوه طبعا قبل كده، في اول 4. في اول 4؟ انت خالفت بعد صدور القانون ونشره في جريدة بس رسمية. انا ما اعرفش بالقانون. ما هو القاعدة بتاعت لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون دي، مش اي حد يرتكب مخالفة او يقع في المحظور يجي يقول انا ما اعرفش، ده غير مقبول في القانون هذا الكلام. القانون واضح بتاع مخالفات البناء سريعا كده عشان نعود لموضوعنا، اي مخالفة ما بعد صدور قانون المخالفات اللي صدر برقم 17 لسنة 2019 وتطبيقه، اي مخالفة تصدر بعد صدور هذا القانون وتطبيقه لا ينطبق عليها قانون التصالح. قانون التصالح ينطبق على ما قبل القانون 17 لسنة 2019 عشان تبقى الأمور واضحة. قانون الحبس الاحتياطي، في واحد ممكن يتساءل ويقول هو يعني ما فيش غير الحبس الاحتياطي اللي هو التحفظ على المتهم كإجراء من إجراءات التحقيق؟ طب ما فيش بدايل ان انا احبس غير ان انا احبس المتهم على ذمه القضيه؟ قانون الحبس الاحتياطي قال ان هناك بدائل، وبرضه ترك للمحكمه حريه تقدير هذه البدائل وانزالها على المتهم المحبوس على ذمه قضيه او عدم انزالها. يعني لو قلنا ايه البديل على ان المتهم يحبس على ذمه القضيه، هنقول ربما المحكمه يتراءى لها طبق القانون، ده منصوص عليه في القانون، انها تؤمر بإلزام المتهم بعدم مغادرته منزله، يعني تخلي سبيله مع الأمر وبإلزامه بعدم مغادرته منزله طوال مدة التحقيقات في هذه القضية، أو إن هو برضو ممكن المحكمة تأمر إن هو يتابع يخلي سبيله، بس يتابع مع قسم الشرطة اللي في دايرة مسكنه من آن لآخر. دي تدابير أخرى نص عليها قانون الحبس الاحتياطي. مين معانا؟ ام احمد، اهلا بيك. يا السلام عليكم. اهلا ام احمد، اتفضلي. لو سمحت يا باشا، كان معانا مشكله، كانت خناقه. ايوه. والخناقه دي جه واحد من الجيران في حضرتك مات، ما عرفناش هو، في الناس بيقولوا الطوبه جت من عندكم. ايوه. عيال عمي كانوا قاعدين في بلد. هي عركه كبيره ام احمد، عركه كبيره كده، فريقين وبتاع كده، عركه كبيره يعني، واضح كده. ايوه بس احنا يعني هي البلد عيال عمي ساكنين في البلد، وهم دول اهل البلد اتلموا كلهم وجوا عشان يضربوا عيال عمي. فعيال عمي طلعوا في البيت، الله اعلم فيه الناس اللي شافوا بيقولوا ده الناس الطوبه نزلت من عندكم. كم واحد محبوس في الموضوع ده؟ واحد بس، قالوا ان هو ده اللي ضرب الطوبه وهو اللي موت الراجل.
الراجل ده كان في شغله أي واخواته اللي كانوا في البيت، تمام. فحضرتك هو محبوس على ذمة القضية له سنة دلوقتي، سنة، بقاله سنة، بقاله سنة ومستنيين التقرير الطبي. الطب الشرعي. طب التهمة اللي متوجهة له ايه؟ قتل طبعا. تمام، حاضر. انت عايزة تعرفي مصير القضية ايه؟ حاضر. طبعا ام احمد واضح كده خناقة، فريقين متشاجرين، وقع قتيل فيها، وده للأسف الشديد كتير بيحصل في بعض المجتمعات، في بعض الأماكن، إن التشاجرات بتنشأ بين فريقين وبعدين بيسقط قتيل. فهنا بتوجه أصابع الاتهام إلى أحد الأشخاص وبيحبس على ذمة القضية، وهنا ده نموذج للتحقيق في قضية قتل. هذا المتهم اللي هو قريب هذه السيدة تم اتهامه إن هو اللي قتل هذا الرجل اللي مات، وهناك تحقيقات في النيابة العامة لمعرفة الحقيقة، بس هو محبوس دلوقتي على ذمة القضية وقارب حبسه الاحتياطي مدة سنة زي ما بتقول، والتحقيقات لسه شغالة، وده وارد إن هو محبوس على ذمة القضية عشان في الآخر نشوف هل هو فعلا في أدلة توفرت في حقه إن هو القاتل وهو اللي قتل هذا الرجل ولا لأ. طبعا التحقيقات في الآخر هي اللي هتثبت هذا الكلام. التحقيقات دي في مثل هذا النوع من القضايا، وأنا أعلم إن بيبقى فيه تحريات مباحث عشان تقول المشكلة دي حصلت إزاي، وإن الرجل المتهم بالقتل ده قتل ولا ما قتلش، وكان قاصد ولا مش قاصد، يعني دي كلها برضو تحريات المباحث. في شهود رؤية للواقعة هتسمعهم من النيابة، في طبعا أهلية القتيل ده، هم بيوجهوا الاتهام لمين، هل الرجل المحبوس ده ولا غيره، دي كلها النيابة اللي هتشرف على التحقيقات فيها عشان تنتهي في الآخر وتشوف الواقعة قتل. ولكن أنا برضو بالخبرة وبحكم الحياة العملية، هي اتوجه تهمة القتل العمد لهذا الرجل، والتهمة دي لما توجهت أكيد أهلية القتيل المجني عليه هم اللي قالوا إن ده هو اللي قتل، عشان كده اتحبس هذا الشخص احتياطي ولا زال محبوس. النيابة دايما بتوجه التهمة الأشد، القتل، ولكن التحقيقات هتنتهي، ممكن تنتهي في الآخر إن هو ملوش علاقة وإن مش هو القاتل، وممكن تنتهي إن هو اللي ارتكب هذه الجريمة وبالتالي يحال للمحاكمة الجنائية ودي جناية قتل. ولكن من خلال الحدوتة والرؤية كده وما قالت لي أم أحمد في التليفون، دي واقعة في الآخر هتنتهي على إنها ضرب أفضى إلى موت وليس قتل عمد، لأن كتير قوي من الخناقات زي ما قلت بتحصل بين فريقين، وعفوا وخطأ بيقع قتيل، فالنية هنا كانت نية الإيذاء ولكن تطور الأمر إن قتل، وبالتالي ده بيعتبر في القانون ضرب أفضى إلى موت وليس قتل عمد. ولكن احنا ننتظر ما ستنتهي له التحقيقات، وهي اللي هتقول وتحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية ولا لا. يمكن في تعديلات حصلت في قانون الحبس الاحتياطي، موضوع حلقتنا النهاردة اتكلمت في مدد الحبس الاحتياطي، قد ايه مدة الحبس الاحتياطي، اقصى مدة للحبس الاحتياطي، عشان ما يقعدش الواحد محبوس وهو لا يعلم هيخلى سبيله ولا لا هيخلى سبيله، امتى الموضوع هيقعد معاه قد ايه. ففي مدد حددها القانون للحبس الاحتياطي. اذا كان الاتهام في جنحة، والجنحة اللي هي ابسط شوية من الجناية، جناية زي القتل زي القضية اللي بنتكلم فيها دي، لا الجنحة ابسط شوية، فالحبس الاحتياطي في الجنح مدته لا تزيد عن 6 شهور. 6 شهور إن كان الاتهام في جنحة، ولكن في الحياة العملية الدارج إن من يتهم في جنحة نادرا جدا ما يحبس هذه المدة، وإنما التحقيقات في الجنح عشان الجنح بسيطة فبيتم التحقيق فيها بسرعة، ويمكن بيحال المتهم للمحاكمة الجنائية سريعا. الجنايات هي اللي بيبقى فيها مدة حبس احتياطي طويلة. طيب لما الجنح أقصى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، طب الجناية، الجناية زي ما أنا قلت زي القتل، زي السرقة بالإكراه، زي المخدرات، زي قضايا الاغتصاب، زي التزوير والتزييف وترويج العملة وتزوير المستندات وإتجار الآثار
كل دي مسماها وتكييفها القانوني في القانون جناية. الجناية الحبس الاحتياطي فيها بنشوف هنا مدة العقوبة المتوقعة أو المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بهذه الجناية. إن كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة اللي بيتم التحقيق فيها هي المؤبد أو الإعدام، فأقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهر يعني سنتين. يعني لو واحد اتهم في قضية منصوص في القانون عن هذه الجريمة عقوبتها المؤبد أو الإعدام، يبقى أثناء حبسه احتياطيا لا يجوز أن تزيد مدة حبسه احتياطيا عن سنتين. طيب لو عقوبتها أقل من المؤبد والإعدام، يعني لو القضية اللي بيتحقق فيها مع هذا المتهم منصوص على عقوبتها في القانون أنها أقل من المؤبد والإعدام، يبقى أقصى مدة حبس احتياطي هي 18 شهر. أثناء مدة الحبس الاحتياطي زي ما قلت من حق المتهم أنه يستأنف قرار حبسه احتياطيا ويطعن فيه، ومن حق النيابة أنها تستأنف قرار إخلاء سبيل هذا المتهم، لأن وجهة نظرها أن التحقيقات ترى يجب التحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيقات ولا يجب إخلاء سبيله. فمن حق المتهم في أي وقت يطعن على قرار حبسه احتياطيا، زي خد في أول مرة 15 يوم من حقه يطعن على قرار حبسه 15 يوم على ذمة القضية. وهنا استئناف قرار الحبس بتنظره درجة أعلى، وهي محكمة جنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة بتنظر قرار استئناف المتهم في حبس احتياطيا 15 يوم. لو رفض استئناف المتهم كده المتهم بيطبق ال 15 يوم، ولكن لا يجوز له انه يطعن مرة اخرى في قرار حبسه الاحتياطيا الا بعد فوات 30 يوم من اخر استئناف ليه. معانا محمود؟ ايوه اتفضل. أيوة. يا محمود اتفضل. يا محمود ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. معالي المستشار اهلا بيك يا حبيبي. الله يخليك يا فندم. بالنسبه للمباني يا فندم، المباني ايوه سعادتك، انا باني في شهر 4/2018 ايوه. وسعادتك انا مراسل في الحي بالعمران اللي هو القديم بتاع الستينات والسبعينات. جميل. وسعادتك انا التصوير الجوي بيقول لي انت خارج الحي العمراني، طب ازاي؟ مين اللي بيقول لك انت خارج الحيز العمراني؟ التصوير الجوي في التخطيط في المحافظه سعاد قالوا لي انت خارج الحيز العمراني. طب ما هم دول المختصين يا محمود، هم دول اللي يعرفوا ان في الحيز العمراني ولا خارج الحيز العمراني. انت بتعترض على ايه؟ انا مش بعترض على حاجه. انا والله العظيم في كتله سكنيه في حيز عمراني، يعني انا مش انا سلفت سالف فلوس وغير قروض وعليا فلوس للناس مش. طيب بص انا هقول لك حاجه. في كل الاحوال، في كل الاحوال العقار بتاعك ده ليه ملف في الحي او الوحده المحليه او مجلس المدينه. انت عليكوا على الوحده المحليه ومجلس المدينه، يعني ابتدي في اجراءات التصالح، قدم طلب التصالح، والمستندات اللي تطلب منها منك قدمها، وهم كلجنه مختصه اللي هيقدروا بعد كده يشوفوا انه ينطبق عليه قانون التصالح ولا ما ينطبقش على قانون التصالح. ان كان ينطبق عليه قانون التصالح، ما خد بالك انت من تاريخ تقديمك الطلب مرفق بالمستندات في لجنه بتدرسه مده 3-4 شهور، بتدرس المستندات وبتشوف المنطقة عامة إذا كان التصوير الجوي ده في حيز عمراني ولا مش حيز عمراني ولا الكلام ده كله، وفي الآخر طلب التصالح بتاعك ده بيقبل أو يرفض. انطبقت عليك الشروط تبقى القانون هيقبل هذا الطلب، وبالتالي بعد دراسته والموافقة عليها يقول لك تعالى عشان نحدد لك الغرامة المستحقة عليك مقابل التصالح، وهذه الغرامة زي ما أنا قلت أنت ممكن بعد تحديدها تدفع 25% منها جدية تصالح والباقي تقسطه مدة أقصاها 3 سنوات تبقى القانون. هم هيقولوا لك موعد الأقساط إمتى، ده إن كان فعلا تنطبق عليك شروط قانون التصالح. يبقى احنا قلنا لما في الحبس الاحتياطي المتهم بيستأنف قرار حبسه احتياطيا بينظر قرار الحبس وممكن يترفض وممكن يتقبل. لو اتقبل طبعا بيخلى سبيل المتهم على ذمة القضية. طيب لو رفض قرار حبس المتهم
احتياطيا او رفض استئناف قرار حبسه احتياطيا. في هذه الحالة زي ما انا بقول المتهم بينفذ قرار الحبس 15 يوم وما يقدرش ان يعمل استئناف مرة اخرى في قرار حبسه احتياطي الا بعد مرور 30 يوم من تاريخ الاستئناف اللي عمله. معنا محمد، اتفضل يا محمد. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. الله يكرمك، كل سنه طيب. ساعتك طيب يا حبيبي، اتفضل. الله يخليك. لو سمحت، انا كنت مأجر شقه لواحد، تمام، ايجار جديد. انت مالك يعني؟ تمام. وكتبت لي يوم كذا وتنتهي كذا ولمده سنه وغير قابله للتجديد. تمام. في نهايه العقد قال لي بس اديني نص شهر كده 15 يوم ادور على شقه ثانيه والكلام ده. المهم ان انا اخدت منه العقد وقطعته. تمام. وديا كده بينك وبينه قال لك اديني وقتي بس عشان اخرج يعني. اخدت انا العقد اللي كان مكتوب بينا، قطعته وتمام. قعد النص شهر، شهر اثنين ثلاثه، وكل مرة مش عايز يمشي. تمام. وقال لي أنا مش هخرج. معي حضرتك؟ طيب دلوقتي لو أنا جيت يعني إيه، فتحت الشقة وغيرت القالون واحتفظت له بالحاجة لحد ما يجي إن هو يعني إيه يجي يشيل حاجته، فيها أي مسألة قانونية؟ طبعا. لأن هو مش هيطلع. بص طيب. هو طبعا سائل وعارف، وعارف إن مدة العقد بتاعه انتهت، وبالتالي أنت عشان تاخد إجراءات ضده عشان يطلع، عارف ان الاجراءات دي ربما تقعد 3 4 5 6 7 8 9 10 شهور، سنه ممكن. حد فهمه هذا الكلام؟ وده الغالب اللي بيحدث يعني. فهو معتمد على كده انه مش هيطلع وقاعد في الشقه. بص، انا ما انصحكش ابدا انك تروح تكسر الشقه وتاخد حاجته تشيلها له امانه عندك، لان كل ده اجراء غير قانوني. هو ممكن بعد كده يرجع يعمل لك محضر ويدعي عليك ما يدعي ويسرقك ويقول لك كان فيها وفيها 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 وخد الحاجات اللي في الشقة. انت مفيش سبيل قدامك غير ان انت ترفع دعوة طرد او اخلة. هو دلوقتي قاعد في العين بلا سند، وتقدم عقد الايجار بتاعك ان العقد تطلب طرده من العين او اخلاء العين لانتهاء مدة عقد الايجار، وانه قاعد بدون وجه حق. وطبعا المحكمة هتحكم لك على طول، مفيش اي مشكلة خالص. بس انت هنا بتخلينا نتكلم في قانون انا عايز ابقى افرد له حلقه واتكلم فيه، ان هو يحق للمالك طرد المستاجر دون اللجوء الى القضاء. في قانون بيحكم هذا، ولكن بضوابط واجراءات قانونيه، وافرد لها حلقه اشرح فيها للناس امتى بيحق للمالك اللي هو المؤجر انه يقوم بطرد المستاجر دون اللجوء الى القضاء، يعني دون ان يلجا الى رفع دعوى والحصول على حكم بطرد هذا المستاجر. ولكن هقولها لك برضو سريعا من باب العلم بالشيء. هو طبعا لما بيحرر عقد إيجار زي حالتك كده، ده مدته سنة، لأ لغاية ما يكون مدته 9 سنوات. يعني عقد إيجار إن كانت مدته لغاية 9 سنوات هينطبق عليه الكلام اللي أنا هقوله ده. لما يحرر عقد إيجار مدته لغاية 9 سنوات، يعني يكون مدته 2 3 4 5، المهم ما يزيدش عن 9، فور تحرير هذا العقد بين المالك والمستأجر أو المؤجر والمستأجر، يتوجها معا الاثنين المالك والمستأجر بالعقد إلى الشهر العقاري اللي في دايرة السكن أو في دايرة العقار، ويقوما معا بإشهار هذا العقد في الشهر العقاري. إشهار هذا العقد، مش بتكلم هنا في إثبات تاريخ، إثبات تاريخ لا، أنا بتكلم في إشهار. إثبات تاريخ ده ممكن الملك يروح لوحده بنسخته ويعمل عليه إثبات تاريخ، المستأجر يروح لوحده بنسخته للشهر العقاري يعمل عليه إثبات تاريخ. لكن لما أقول إشهار عقد الإيجار، يبقى لازم الملك والمستأجر الاثنين يتوجها إلى الشهر العقاري عشان يسجلوا عقد الإيجار اللي هم وقعوه مع بعض اللي مدته لا تزيد عن 9 سنوات. طب إيه اللي بيحصل لما بتشهر هذا العقد الإيجار؟ مفروض الشهر العقاري بيختمه لك بختم اسمه ختم صيغة تنفيذية، بمعنى ان في حالة تأخر المستأجر عن دفع الأجرة ولو لشهر واحد ان كان هناك شرط فاسخ في العقد، او في حالة زي بتاعتنا كده انتهت مدة عقد الإيجار. فلما بيكون العقد الإيجار ده مشهر في الشهر العقاري من الاثنين ومدته لا تزيد عن 9 سنوات،
من حقك كده تاخد العقد اللي هو اتختم في الشهر العقاري بختم الصيغة التنفيذية، وتطلع على المحكمة تختمه بختم التنفيذ أو الصيغة التنفيذية تعتمده، وتروح على قسم الشرطة عشان ينفذ لك الطرد دون الحصول على حكم قضائي. دي الحالة اللي بيحق فيها للمالك أو المؤجر أنه يقوم بطرد المستأجر دون الحصول على حكم قضائي، يعني دون رفع قضية وصدور حكم بطرد هذا المستأجر. نرجع لموضوعنا في الحبس الاحتياطي. طيب معانا هبة قبل ما نكمل. هبة. أيوة يا فندم. اتفضلي يا هبة. حضرتك معلش انا هنتكلم في موضوع تاني غير موضوع الحلقه، بس انا ما اعرفش حضرتك اللي فات. اتفضلي. انا عايزه اعرف المحكمه الدستوريه حكمت بايه يوم 4/8؟ في ايه؟ في قانون التصالح. تمام، كويس قوي السؤال بتاعك ده. حاضر. عايزه نعرف القانون بتاع التصالح اللي كان في شهر 4 كان اخره كام؟ حاضر. شهر 4 اخره كام؟ شهر 4 2019. يعني ايه اخره كام؟ يعني القانون صدر كان اخره كام يعني ولا لا؟ هو هو, هو هو القانون صدر في 4/2019 عشان ينطبق عليه كل المخالفات ما قبل هذا القانون، واللي بعد هذا القانون لا ينطبق عليه قانون التصالح. وانت معايا على الهوا كده اقول لك ان فعلا في طعون امام المحكمه الدستوريه العليا في بعض مواد هذا القانون على دعوى انها مواد غير دستوريه. هذه الدعوى لازالت محل نظر امام المحكمه الدستوريه ولم يفصل فيها بعد، واكيد لما يصدر حكم بعدم دستوريه قانون التصالح او بعض مواده هينشر عشان يتعمل بهذا القانون. لكن فعلا في طعون اتقدمت في المحكمه الدستوريه ضد بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء. طب يا فندم اتفضلي حضرتك لو سمحت. دلوقتي احنا يعني طب هنقول حاجه يعني، بس دلوقتي احنا القانون ده لما يصدر المفروض ان هو يعمل مجال لكده وبعد كده، وكده هيظلم ناس ياما خالص. ما انا هقول يعني لحضرتك، بصي اقول لك حاجه، اي قانون بيصدر مش قانون التصالح بس، ربما من وجهه نظر بعض الناس في اجحاف او في ظلم او في تجني على بعض الناس، يعني دي وجهه نظر يعني. فهناك بعض القانونيين بيلجأوا إلى الطعن على هذا القانون، هي وجهة نظر قانونية. المحكمة بتنظر هذه أوجه الطعون وبتشوف الأسباب وتشوف عما إذا كان فعلا مواد القانون اللي صدر ده فيها حاجة تتعارض مع الدستور. ما يعني إيه أنا بطعن بعدم دستورية هذا القانون؟ يعني القانون اللي صدر فيه حاجات أو مواد أو بنود مخالفة للدستور، وبالتالي تختص المحكمة الدستورية في نظر كل الطعون على هذه القوانين التي تصدر. هو حاليا دلوقتي عشان الوضع يبقى معروف بالنسبة للكافة والناس كلها فاهمة، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في كلام كتير وفي ادعاءات كتير وفي عيوب من وجهة نظر بعض الناس، وبالتالي في دعاوى في المحكمة الدستورية على بعض مواد هذا القانون، وفي شروع في تعديل بعض نصوص هذا القانون من جانب اللجنة التشريعية في البرلمان، بتنظر بعض التعديلات اللي ممكن تدخلها على هذا القانون عشان تحقق بيه العدالة بالنسبة للناس كلها، وعشان الناس كلها تكون عارفة بينص على ايه هذا القانون. يمكن هو لما صدر في ناس كتير زي ما الأخت بتقول كان من وجهة نظره ظلمها أو جه على حقها، وبالتالي في إعادة نظر في بعض مواد هذا القانون، وحاليا دلوقتي في طعون في المحكمة الدستورية ولم يفصل فيها بعد. وطبعا لما تطلع أي حاجة جديدة احنا هنشرحها ونقولها للناس. نيجي بقى الحبس الاحتياطي، عرفنا مدته وقلنا ان هو في الجنح 6 أشهر، في الجنايات اللي العقوبة فيها أقل من المؤبد والإعدام أقصى مدة الحبس الاحتياطي 18 شهر، ولما تكون العقوبة مؤبد أو إعدام أقصى مدة للحبس الاحتياطي 24 شهر، وأن المتهم أثناء حبسه احتياطيا من حقه أن هو يطعن أو يستأنف قرار حبسه الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل الحبس الاحتياطي، ولما بيستأنف قرار حبسه احتياطي بينظر أمام درجة محكمة أعلى عشان تنظر يا إما تقبل الاستئناف بتاع قرار حبسه الاحتياطي وتخلي سبيله، يا إما ترفض استئناف المتهم. وكذلك من حق النيابة
عندما المحكمة تخلي سبيل المتهم من حق النيابة انها تستأنف قرار اخلاء سبيل المتهم، وبرضو المحكمة اللي بتنظر استئناف النيابة لها ان تحبس المتهم ولها ان تؤيد قرار اخلاء سبيله وما تاخدش باستئناف النيابة. طيب، هناك بعض التهم والجرائم في تعديلات مؤخرا كده حصلت في قانون الحبس الاحتياطي، قالت لك الحبس الاحتياطي غير محدد المدة إذا كان الاتهام يتعلق ببعض الجرائم اللي أنا هقولها دي. إمتى الحبس الاحتياطي يبقى غير محدد المدة اللي احنا قلنا عليها 18 وال 24 وال 16؟ إذا كان المتهم متهم في قضايا من قضايا الانضمام إلى جماعات محظورة أو القيام بأفعال من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والسلم العام واستخدام التهديد باستخدام العنف والتحريض على مؤسسات الدولة والتظاهر واستخدام العنف ومقاومة السلطات، كل دي تهم إذا رأت جهات التحقيق أن التحقيق يستوجب أنه يعدي مدة الحبس الاحتياطي بيعدي مدة الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم. احنا كده نكون اتكلمنا في الحبس الاحتياطي بما فيه الكفاية، وقلنا ان الحبس الاحتياطي برضو بأكد ان مش معنى المتهم يتحبس احتياطي على ذمة قضية ان التهمة ثابتة عليه عشان كده بيتحبس احتياطي، لا. ومش معنى ان المتهم يخلى سبيله من قضية ان القضية انتهت بالنسبة له، لا، هو بيخلى سبيله على ذمة القضية لغاية ما تنتهي التحقيقات في القضية، يعني القضية ما انتهتش. أو بيحبس احتياطي لأن مصلحة التحقيق من وجهة نظر سلطة التحقيق بتقول إن من حقي أحبس المتهم، أو شايفة إن إجراءات التحقيق لم تستكمل وبالتالي يجب التحفظ على المتهم خشية إنه يهرب برا البلاد أو يؤثر على أدلة الدعوة أو يؤثر على الشهود أو 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 أي حاجة تانية. كده إحنا شرحنا الحبس الاحتياطي، وإن شاء الله يتجدد موعدنا معكم الخميس القادم في 10:00 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.